مشاهدينا الكرام، تابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر لمدينة الدار البيضاء. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدينا، هاد السيدة هادي اللي الاخ ديالك الاخ ديالها تعرض لواحد الهجوم من طرف واحد السيد مجهول الهوية. ضربوا الوجه؟ لا، ضربوا الراس ومحيد ليه الشقفة ديال راسو وضربوا العصبة. عاودينا الخدمة الاول، اشنو وقع؟ اخويا تهجم على اخويا واحد المجرم، يعني عنده صوابق وجهه كله سيكاتريس، يعني كان المره الاولى ما عدو حتى شي عداوه مع خويا وداك الشيء، يعني جا لي حتى للدار. بدا يعني عندنا الشهود، عندها ما ندير، عندنا الشهود، عندنا يعني كل شيء. لا، بعيد شويه، بعيد علينا. شدو تكرفس عليه، ما نعرفش كشنو دار لي. يعني جا خويا قال لنا شنو كاين شنو كاين، حنا قلنا خويا بلا ما تمشي لي، يعني هو اكبر من خويا، تكون اكبر منا، يعني كون جاي ولد تكون ولاد قدو. صافي خويا مسكين حشم وداك الشيء. الغد داس البارح مع جوج ثلاثه تسقنا الخبر، جايين الدراري هازينو لينا مرابع، يعني ما في ميت شافه، ما عندي تصاور، عندي كلشي. ماما الشقفه يعني ما عدو حتى شي عداوه، يعني زعما شي عداوه بينو وبينو، ما فهمتش انا علاش حتى الان ما فهمتش انا هادشي علاش كان ضروري. كاين شي دابا خويا خصو يهضر في هادشي. انا خويا دابا باقي ما وصلش هنا باش غيهضر. يعني الام ديالو شنو كتقول؟ كتقول له ضرب، كيعلم كيعاودوا الناس. دابا باش دابا خاصنا نعرفوا بلا شنو سبب الخلاف، شنو الخلاف اللي طرا بيناتهم اللي خلاته انه بعدا يضرب؟ يعني ما فهمتش انا هذا الخلاف. دابا خويا اللي عارف هذا الشيء، انا ما عرفتش هذا الخلاف. ويعني خويا ما ضربوه باش ضربوا؟ ضربوا حدا دارهم. باش ضربوا؟ ضربوا بالجنويه، وجهو فيه، ضربوا الراس ومحيد لي شقفه من هنا. يعني ماما مشات شاده في ايد السبيطار، مني داو لسيدي عثمان ما قبلوش، قالوا لا حالته خطيره، دي الميريزكو عاد هزاتو لومبيلونس داو. يعني مشى فواحد الحاله ما نقولش لك، محيده لي يمكن شكوا لي حتى في العصبه ديال رجلو، محيده لهم كيقدرش يزيد برجلو، ضاربو بالجنويه حتى رجلو. واخا بالنسبه للناس هذا ماشي ولاد الدرب، هذا ماشي ولاد الدرب، ماشي ولاد الدرب، بالضبط في الدرب اللي ساكنين فيه. يعني حتى خويا ما تيجمعش معاه، يعني ما عنده حتى شي علاقه. خويا كيجمع مع قدو، يعني هذا كبير يعني بعقله، ماشي شقد خويا. انا ما فهمتش. الربط راه ضروري خاصو يكون، حيت ما يمكنش كاينه شي حاجه. دابا تيقدر كون غير جا خويا في هذه اللحظه يقدر هو يهضر معاكم. دابا انا كيسحب لي وسبقوني هنايا داك الشيء. الحاله الصحيه ديال الاخ ديالك دابا شنو؟ يعني حالته خطيره دابا لحد الان، باقي في ميريزكو، يعني كيديروا لي ولاد الدرب، يعني بقى فيهم. قال لك يعني هو شاهدين في الاخر باللي هو اللي جابده. وإمتى وقع هادشي؟ وقع البارح مع الجوج. جوج الصباح؟ جوج ديال الليل، جوج ديال الليل. جوج ديال الليل؟ جوج ديال الليل. يعني مني جابوه لينا ما نعاودش لك شنو كيفاش جابوه. ماما ناعسه وبا الأب ديالي ناعس، حتى كيجيبوا ولاد الدرب كيقولوا لي راه ولدك شوفي كيدير. يعني في الزنقة كلهم تصدموا، يعني حتى خويا درويش ماشي من داك النوع اللي كيجيب هاد المشاكل الصداع، ولا كيتعدى على ولاد الناس، ولا كيتعدى على شي واحد. يعني راه في الزنقة عارفينو، حتى البوليس يعني عارفينو، ماشي من داك النوع اللي مجرم كيتعدى ولا. يعني مؤخرا دابا ملي وقع لي هادشي اش ولا تيقول لنا؟ تيقول لنا انا غنولي نتسلح باش ندافع على راسي. يعني دي كتسمى الحقرة. يعني دابا كيحس براسو بحال محقور، ما عندو حتى شي خول يعني اللي غيجي في جنبه ولا. انت اليوم كأخ ديالو باش كطالب؟ انا كنطالب بحق خويا، يعني يوقفوا في الحق ديال خويا، يبينوا ليه حقه. انا مازال واخا غندير لنا شكايه هنا، مازال غندي المحكمه ديال عين سبعه القاصرين عند النائبه عند الاستاذه نور باش تاخذ ليه حقه. واخا عطيني رقم التليفون ديالك. 07 07 90 07 07 90 12 97. كنتمنى ان الحق ديال الاخ ديالك يتخاذ اقرب وقت. حنا في دوله القانون والحق، وما كاينش شي واحد حقه يعني كيمشي، وهذا تعدو حتى تشوفوا يعني الاطراف ديال الموضوع شنو واقع بالضبط. ولكن مهما كتكون الاطراف وداك الشيء، ما كاينش واحد عنده الحق انه يضرب شي واحد ولا يتعدى عليه. فكنتمنى ان الحق ديالك انه يرجع. الرقم ديال السيده اللي بغا يتواصل معاك، محامي ولا شي مسؤول ولا شي حاجه باش يعرف التفاصيل، هو 07 07 90 12 97. مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، كنا معكم مباشره من مدينه الدار البيضاء، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.